يتوه وسط عشوائية المكان، لكن لا تغفله العيون المراقبة لأفعاله الخيرة. عصام محمود سائق هذه العربة الصغيرة أو ما تعرف بالتوك توك، قرر أن يكون ظهيراً لمرضى السرطان وغيره من الأمراض الحرجة والمزمنة، فقدم لهم المساعدة قدر حاجته وأعلن عن استعداده لتقديم المزيد. لازم أتاجر مع ربنا، فقلت هعمل إيه؟ هعمل توصيلة ببلاش. التوصيلة ببلاش اللي هي عبارة عن إيه؟ إن أنا بقى ماشي سوى آخر النهار أو أول النهار في أي توقيت، أنا ما بحددش ميعاد. لقيت حد كبير في السن وحس من داخلي إنه محتاج يركب توك توك بس معهوش فلوس أو بحس بيه، فأنا بركبه معايا وفي الآخر ما برضاش أخد فلوس. الهدف إن أنا أساعد مادياً مع المريض، إن أنا قلت مشواره لو بيكلفني 20 جنيه رايح جاي في التوصيلة يبقى في مجموع الشهر بتاعه هنقول مثلا 240 جنيه انا وفرتهم عليه. ال 240 دول ممكن يجيب بهم علبة دواء، هيجيب حاجة حلوة ياكلها، هيشتري لحمة ياكلها. انت عارف المريض مصاريف، وبعدين معظم مرضى السرطان وغسيل الكلى من الناس الكبار السن اللي هم على المعاشات فدخلهم مش هيسمح، فانا قلت اساهم معاهم ولو بالقليل. هذه السيدة الخمسينية التي تعاني من مرض السكري واحدة ممن خفف عنهم عصام عناء الانتقال إلى دور تلقي العلاج من مستشفيات وعيادات طبية، وهو طقس دوري يحتاج إلى بذل جهد ومال وكلاهما غير متوافرين. محتاجة أروح المستشفى ديت على طول، لأن أنا بيجيلي غيبوبة السكر وببقى وضيقة النفس بتمسكني طبعا، والمعده قولون ومع الكبد تعبانه، وبقدر ان انا اجيب علاج في البيت بضطر اروح المستشفى استقبال. اتصل بالاستاذ عصام بيجيني بيوديني، لان انا ما اقدرش ادفع تكاتك كل شويه مبالغ جامده هجيب اعرف اجيب علاج. ما يقوم به عصام من اعمال الخير ومساعده المحتاجين يؤكد على أن مثل هذه المبادرات لا تفرق في العطاء ما بين غني وفقير وقادر وغير قادر. جنيهات قليلة هي ما يتحصل عليها عصام من عمله كسائق لهذا التوك توك، لكن تبرعه لمساعدة المرضى وغير القادرين يجسد معاني البذل دون صخب وترويج. من القاهرة محمد محي الدين، اليوم على الحرة.